আপনারা দেখছেন অনলাইন টেলিভিশন চ্যানেল সিক্সটিন ডট টিভি আশায় আছি তোমায় দেখি দেখিতে পারি <تسجال> کن جار دویا دویا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا آه انما نحن فتنه فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبه من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب اليم ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من ايه او ننسها ناتي بخير منها او مثلها الم تعلم ان الله على كل شيء قدير الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ام تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالايمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامره ان الله على كل شيء قدير واقيموا الصلاه واتوا الزكاه وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله ان الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله هو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم الله يحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون بديع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تاتينا ايه كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسال عن اصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فاولئك هم الخاسرون يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعل البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين وإسماعيل أن طهر بيت للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فامتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس لمصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق الها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هدى أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب ويعقوب والاسباط وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قلنا تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودًا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون

মহাগ্রন্থ আল কোরআন থেকে তেলাওয়াত শুনলেন তেলাওয়াত করেছেন হাফেজ মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন চলছে রমজান মাস রমজান মাস হচ্ছে সিয়াম সাধনার মাস যেই মাসে আল্লাহ রব আলমীন মুসলমানের জন্য এক মহা মহান নিয়ামত হিসাবে আমাদেরকে দান করেছেন এ নেয়ামতের সুক্রিয়া সৌরভ এই কোরআনের নেয়ামতের সুক্রিয়া স্বরূপ আমাদেরকে এক মাস শ্যাম সাধনার মাধ্যমেই শেষ করতে হবে আসুন আমরা সকলেই এরকম যারা আশরাফুল ইসলামের মতো যারা চমৎকার কোরআন তেলাবাত করে এরকম তেলাবাতের অভ্যাস আমরা গড়ে তুলি আর আমরা আল্লাহ রুবুল্লাহ আলমিনের কোরআন তেলাবাতের মাধ্যমে নৈকট্য লাভ করার চেষ্টা করি আসুন আমাদের ইফতারের প্রায় কাছাকাছি সময় চলে এসেছে একটু দোয়া করি আল্লাহ রুবুল্লাহ আলমিনের কাছে আমরা দোয়ার মাধ্যমে দরপুর পরী আমাদের ইফতারে গ্রহণ করব আমরা আমরা সবকলেই আল্লার কাছে ধর্না দিই আলহ মা আমিন রব্বেনা জলেম না ও ফুসেনা ও ইল্লাম তংফিরলে না ও তার হাম না লেনা কুন ন মিনাল খসেরিন রব্বেনা আ ফিদ দুনিয়া হাসান ওফিল আহ রে তে হাসান তাহিনা বেন্না রব্বুল আল আমিন রোজা রাখার পরে আয় আল্লাহ মহাগ্রন্থ আল কোরআন থেকে তেলাওয়াত শুনেছি আমরা কতগুলো গুনাগার বান্দা একসাথে হয়ে আয় আল্লাহ হাফেজ আশরাফুল ইসলাম যে তেলাওয়াত করেছি শুনেছি আল্লাহ এ হাফেজকে তুমি দীর্ঘ আয়ু দান করে দাও বাবুল আলমিন আমাদের সারা সারাদিনের রোজা সিয়াম সাধনাকে আর মঞ্জুর করে নাও আয় আল্লাহ আমাদের মতো যারা বিশ্বব্যাপী রোজাদার আয়ল্লাহ সকলের রোজাকে কবুল আর মঞ্জুর করে নাও রব্বনা তকব্বল মিন্না ইন্ন কাও তে সামিও লালিম মতুবা আলেনা ইন্ন কাঁওতে তো রহিম রব্বনা তকব্বল মিন্না ওজাল আখিরা কেলি মাতিনা আইন্দল মৌতেলা ইলাহা إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ آشيتي.